مؤرخ وصغير. نعم. لما نسمع لازم أنفذ. مدينة علمة في حوران، لماذا لقبت سيدي الزعبي بعلمة؟ باعتقادنا أنه على الماء، مبنية على ماء وفيها علم كان من أيام الغساسنة والمناذرة ومن قديم الزمن. الله، علم شو يعني؟ علم راية؟ لا، علم 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 مدينة علم. يعني فيها علماء؟ فيها علماء. مين أشهر علماء سيدي؟ حاليا ما بعرف. لا، القديمين. القديمين ما بعرف عنهم أي شيء، بس أكثر نسبة علوم فيها. وين شعاب الزعبي؟ مقام الزعبي عندكم؟ مقام في المقامات لا، احنا بنتبع للسيد حسن البصري بالبصرة عليه السلام، كان زاهد كبير صوفي. زي سيدي يحدوا على اليمين والشمال، غرب وشرق، علمة شنو؟ علمة من الشرق قرية الصورة، من الغرب مدينة خربة غزالة. الله. من الشمال قرية نامر. أيوة. من الجنوب الغارية الشرقية. زي الغارية، لماذا سميت الغارية؟ ما الصورة ما عندي أي فكرة. خربة غزالة ما عندي. والرابعة شو؟ الغارية الشرقية الصور، خربة غزالة، نامر. نامر شنو؟ نامر تحد علمة من الشمال، بس ما بعرف. الحين الدولة الغساسينية أول كان فيها ولا رومانية؟ غساسنة والمناذرة وبعدين الرومان. الله. قريبة على بصر الشام هي. الله. يعني المدرج الروماني ولا. الله. الآثار للحين موجودة. للحين موجودة الآثار. وحوران ليش تسموها حوران؟ ما عندي أي فكرة. يقولوا صحيح إنه ما حيروا النبي. لا. نبينا محمد صدقاي نكتة. حياك الله سيدي الزعبي، ونشكرك والله يوفق مشايخنا محمود الزعبي، محمد الزعبي، بشير الزعبي، كانوا مدرسة والسيد ترفع بسم طالب معدري مال الشرعي في فعيد بالسبعينات. تو أسرة كريمة ومعروفة. الله يسلمك. وحسنيين، الوالد كان يقول الخطيب والزعبية حسنية. حياك الله سيدي. نعم، مردنا للحسن عليه السلام. عليهم السلام. شكرا سيدي. الله يسلمك. شكرا، مع السلامة.